مرحبا بكم مجددا. أرجو أن تكونوا قد تابعتم المقاطع السابقة، قد تعرفتم إلى قاعدة رسم الهمزة المتوسطة، تعرفتم إلى الحالات الشواذ في رسم الهمزة المتوسطة، لأننا خصصنا هذا الجزء لعرض مجموعة من التطبيقات. أرجو أن تتفاعلوا معنا، فلتحضروا قلما ولتحضروا دفترا أو أوراقا من أجل أن تقوموا بحل التطبيقات أو التدريبات التي سنعرضها، ومن ثم تتعرفون إلى الإجابات الصحيحة خلال هذا المقطع. ولنبدأ أحبابنا الكرام بالتطبيق الأول الذي يطلب منا أن نعلل سبب رسم الهمزة الآتية على الصورة الواردة في هذه الكلمات. والكلمات هي أحبابنا الكرام: مطمئن، تؤجل، ساءني، المروءة، الإساءة. الجملة الأولى: قل الحق تعش هادئا مطمئن البال. مطمئن، لما رسمت الهمزة فيها على نبرة؟ لأنها مكسورة وما قبلها مفتوح، والكسرة أقوى من الفتحة، وصورة الكسرة النبرة. مرة أخرى: كتبت الهمزة على نبرة لأنها مكسورة وما قبلها مفتوح، والكسرة أقوى من الفتحة، وصورة الكسرة النبرة. تؤجل، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. تؤجل، الهمزة رسمت على واو، لما؟ لأنها مفتوحة وما قبلها مضموم، والضمة أقوى من الفتحة، وصورتها الواو. ساءني رسمت على السطر، لما؟ لأنها مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة، تذكرون هذه من الحالات الشواذ، لذا ترسم على السطر. وطبعا هنا رسموها على السطر حتى لا تجتمع ألفان في الكلمة. من المروءة أن تقابل الإساءة بالإحسان. المروءة، الهمزة مفتوحة وما قبلها واو ساكنة، رسمت الهمزة على السطر، وهذه كما تذكرون من الحالات الشواذ. الإساءة، لاحظوا الهمزة هنا على السطر، لما؟ مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة، فهي مثل عباءة وقراءة من الحالات الشواذ، ومثل ساءني أيضا، فرسمت الهمزة فيها على السطر. ننتقل الآن إلى التطبيق الثاني، ويطلب منا أن نكتب الهمزة المتوسطة على صورتها الصحيحة. الكلمات هي: تملئين، مسؤولون، ينشئون، يلتئم. حاولوا كتابتها أحبابنا الكرام على الصورة الصحيحة، وحاولوا أن تضبطوا الهمزة وما قبلها. تملئي، تملئ إي، الهمزة مكسورة ما قبلها مفتوح، صورة الكسرة النبرة، إذن تملئين على نبرة. مس أو ضمة سكون، صورة الضمة الواو، إذن ترسم على واو. وتذكرون أحبابنا الكرام مسؤول على وزن مفعول، تذكرون أن هذه من الحالات التي فيها اضطراب، واتفقنا أن نرسمها على القاعدة فلا ضير في ذلك. بعضهم كيف يرسمها؟ يرسمها على نبرة، لما؟ لأنني أستطيع وصل الهمزة بما قبل، فيكتبونها على نبرة، ونحن اتفقنا أن نرسمها على القاعدة، فهي ليست من الحالات الشواذ، لذلك لنتجنب هذا الاضطراب في الرسم. ينشئ، همزة مضمومة ما قبلها مكسور، الكسرة أقوى، إذن ترسم على نبرة. يلتئم، همزة مكسورة ما قبلها مفتوح، الكسرة أقوى، صورتها النبرة. هذه المجموعة الأولى. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية: جرأة، تعبئة، مؤنس، مسألة. حاولوا رسمها،
حاولوا رسم الهمزة أحبابنا الكرام على الصورة الصحيحة. جرأة، الهمزة مفتوحة ما قبلها ساكن، صورة الفتحة الألف. تعبئة، كسرة وفتحة، كسرة أقوى، صورة الكسرة النبرة. مؤنس، مؤنس، همزة ساكنة ما قبلها مضموم، الضمة أقوى، إذن على واو. مسألة، الهمزة مفتوحة ما قبلها ساكن، الفتحة أقوى من السكون، إذن ترسم على ألف. هذه المجموعة الثانية. ننتقل إلى مجموعة أخرى أحبابنا الكرام، وتحضروا أيضا لرسمها على الصورة الصحيحة. لاحظوا، جاءه، هيئات، تراءى، موبوءة. نبدأ، جاءه مفتوحة قبلها ألف ساكنة، إذن على السطر من الحالات الشواذ. هيئات مفتوحة ما قبلها ياء ساكنة، من الحالات الشواذ، على نبرة. تراءى مفتوحة قبلها ألف ساكنة، من الحالات الشواذ، إذن على السطر. موبوءة مفتوحة ما قبلها واو ساكنة، مثل مروءة، وهي من الحالات الشواذ، إذن ترسم على السطر. ننتقل إلى مجموعة أخرى أحبابنا الكرام، انظروا إلى هذه الأمثلة. لاحظوا، مسؤول، شؤون، كؤوس، مشؤوم. الهمزة في مسؤول مضمومة، ما قبلها ساكن، لذا كيف ترسم؟ ترسم على السطر. هناك من يرسمها على نبرة، على الحالة التي ذكرناها، وقلنا هذا يسبب اضطرابا في الرسم، لذا ما الحل؟ كيف نخرج من هذا الاضطراب؟ أن نرسمها على القاعدة، فترسم على واو. ولذلك تجنبوا الاضطراب، مرة ترسمونها على نبرة، مرة ترسمونها على واو، لا، ارسموها على القاعدة، تخلصوا من الاضطراب عن طريق العودة إلى القاعدة. وكثير من العلماء قالوا بأن مثل هذا الرسم يؤدي إلى الالتباس ويؤدي إلى الاضطراب، كيف نتخلص منه؟ نعود إلى القاعدة. فمسؤول على واو، لماذا؟ لأنها مضمومة وما قبلها ساكن. شؤون، الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم، إذن ترسم على واو. كؤوس، الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم، ترسم على واو. مشؤوم، الهمزة مضمومة ما قبلها ساكن، لذا ترسم على واو. وانظروا هذه الحالات التي فيها اضطراب، كما قلنا هي على زنة مفعول أو فعول. لاحظوا، مسؤول مفعول، شؤون على وزن فعول، كؤوس على وزن فعول، مشؤوم على وزن مفعول، وهكذا. فنتفق مع بعضنا بعضا أن مثل هذه الحالات التي تأتي فيها الهمزة المضمومة مع واو، بعدها واو ساكنة، نتفق أننا نرسم الهمزة حسب القاعدة، أي على واو، نبقيها على واو ولا نكتبها على نبرة، حتى نخرج من دائرة الاضطراب والالتباس. ننتقل إلى تطبيق آخر أحبابنا الكرام، مطلوب منا هنا أن نصحح الأخطاء الواردة في رسم الهمزة في الكلمات الآتية. لاحظوا هذه الجمل، اكتبوها أحبابنا الكرام على دفاتركم، وحاولوا أن تكتشفوا الكلمات التي رسمت فيها الهمزة بشكل خاطئ. نقرأ الجمل، إذا سألك أحدهم حاجة فقضها، لا يسأم المجتهد الدراسة، تؤخذ الضرائب من أغنياء الناس، على رئيس الدولة أن يساوي بين كل أبنائها. هل حددتم مواطن الأخطاء أحبابنا الكرام؟ مواطن الأخطاء هي سألك، يسأم، تؤخذ، أبنائها.
سألك ساء، همزة مفتوحة ما قبلها مفتوح، لذا كيف ترسم؟ ترسم على ألف. يسأم، همزة مفتوحة وما قبلها ساكن، إذن ترسم على ألف. تؤخذ، تؤخذ، الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم، لذا ترسم على واو. أبنائها، الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن، لذا ترسم على نبرة. إذن الإجابات الصحيحة أن ترسم الهمزة، أن ترسم الهمزة في سألك على ألف، وفي يسأم على ألف، وفي تؤخذ على واو، وفي أبنائها على نبرة. طب لو قلنا رئيس والضرائب، هل الهمزة رسمت بشكل صحيح؟ لنرى. الضرائب، همزة مكسورة وما قبلها ساكن على نبرة، صحيحة. رئيس، همزة مكسورة وما قبلها مفتوح، الكسرة أقوى، إذن الرسم صحيح. بهذا أحبابنا الكرام نكون قد انتهينا من حديثنا عن قواعد رسم الهمزة المتوسطة. تحدثنا عن القاعدة الأصلي في رسم الهمزة المتوسطة، وتعرفنا إلى الحالات الشواذ التي خرجت في رسمها عن القاعدة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما عرضناه، وأرجو أن تكونوا قد دونتم ملاحظاتكم على دفاتركم، وأنكم كتبتم الأمثلة المختلفة على ذلك. حاولوا أن تأتوا بأمثلة جديدة من خلال مراجعة المصادر أو من خلال الشبكة العنكبوتية. ثقوا تماما أنه بغير الدربة والمران لن تتمكنوا من إتقان هذه القواعد، فالرسم الإملائي يعتمد أساسا على التطبيق، يعتمد على التدريب، ويعتمد على الممارسة. لذا أكثروا من سرد الأمثلة، وأكثروا من كتابة هذه الأمثلة، تدربوا على طريقة نطق الكلمات نطقا صحيحا. وثقوا تماما أنني مستعد لأي استفسار أو سؤال يأتي من طرفكم. حديثنا القادم بإذنه تعالى، ولقاؤنا القادم سيكون مع المحاضرة الرابعة ضمن سلسلة محاضرات هذا المساق، والذي سنخصصه للحديث عن قواعد رسم الهمزة المتطرفة. إلى هناك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.